هنتظر دقيقة واحدة حابين نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سيد حسين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة يحضروا النهاردة والدكتور أحمد صاحبنا والدكتور أحمد كان عندهم مشوار مع وزير الشباب والرياضة النهاردة بالرغم من كده ومعهم طول النهار ولكن أصروا إن هم يجوا ويشاركوا المجموعة الطيبة اليوم الجميل دوت بنشكرهم شكر كبير جدا جدا وفي مفاجأة اللجنة النسائية سيعلن عليها الدكتور الأستاذ الدكتور سيد حسين يعني إحنا كسبنا هم النهاردة صح كده؟ هنسمع حضراتكم بالصوت يا جماعه بعد اذنكم بعد اذن حضراتكم بالصوت سيد الوزير ويمكن مجلس الوزراء النهارده دلوقتي لبلدنا في جوبا وبكره باذن الله يتسكنوا عشان يعود عن الاسبوع ده كله باذن الله في المعرض بكره ان شاء الله مين اللي هيعمل؟ مش هنقطع بكره الصبح باذن الله عشان يسكنوا في بكره مجانا لمده اسبوع معاهم باذن الله في السنه القادمه. I'm a big